السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي تاني درس من دورة احتراف 3D Studio Max. الدرس اللي فات احنا اتكلمنا على الانترفيس شوية بتاعة البرنامج وازاي نقدر نتعامل معاها وازاي نقدر نتحرك داخل المشهد. النهاردة هنحاول ان احنا نكمل شرحنا في واجهة البرنامج، وهنبدأ نحاول نعمل شوية موديلنج كده بسيط. هنبدأ نتعلم النهاردة بس قائمة الجيومتري. تمام، نراجع للمرة اللي فاتت. احنا قلنا ان احنا عندنا القوائم الأساسية. عندنا أول حاجة الفيو بورت. الفيو بورت بتاعنا هو اللي بنقدر نشوف فيه المجسم بتاعنا ونقدر نتحرك داخل المجسم بتاعنا. وقلنا ان الادوات اللي تحت ديت هي الادوات الخاصه بتحريك المشهد، يعني ان انا اقدر اتحرك داخل المشهد زي ما انا عايز بيها. اما الادوات اللي فوق ديت هي اللي هي الموف سيلكت والسكيل، دولت الادوات الخاصين بالمجسم اللي انا بختاره. لو عايز احرك المجسم، لو عايز الفه، او لو عايز اكبره شويه او اصغره، ده انا بقدر اتحكم ايه فيها. دولت الثلاث حاجات الاساسيه. وفي الاخر قلنا ان احنا عندنا الريندر بتاعنا، قائمه الريندر، عشان بقدر اشوف فيها ايه الشكل بتاعنا. بصوا بقى يا جماعه، علشان تتعلم 3D Studio Max وتبقى محترف قوي، هطلب منك طلب. حاول اول ما تفتح البرنامج تخيل ان انت اتسحبت كده جواه وسبت خالص العالم اللي انت عايش حواليه ده، وبقيت جوه البرنامج بتاعك. يعني وانت قاعد بتشتغل كده، حاول تبقى قاعد كده مع نفسك مثلا في الاوضه، ومطفي الانوار كده خالص وهادي، وتخيل ان انت المجال اللي حواليك كله لونه رمادي زي ما احنا شايفين. انسى خالص فكره ان انت قاعد قدام كمبيوتر، انت تخيل نفسك انت جوه. فانا مثلا لما باجي بشتغل بعمل ايه؟ انا عشان اتخيل نفسي جوه البرنامج، فانا باجي بقول انا هرسم نفسي جوه البرنامج. هرسم نفسي جوه البرنامج ازاي؟ ان انا هحجز لنفسي كتله. فهقول مثلا انا راجل، مثلا انا راجل اوزع شويه، فطولي 165 سم. فانا هقول ايه؟ انا هعمل بوكس كده وهعمله 165 سم، وهديله مثلا ايه عرض، مش عارف، مثلا هنتكلم مثلا 50، مثلا 50، هنقوله مثلا 50. ماشي، انا كده عملت لنفسي الشخصية بتاعتي. ليه بقى؟ انا دايما بحب لما باجي بشتغل، اكتر مشكلة بيقعوا فيها المبتدئين في 3D Studio Max الكتلة. ان تلاقي مثلا واحد يجي مثلا الاقيه راح عامل لي مثلا مثلا عمل لي كرسي مثلا كده مثلا، وهو المفروض مش كده. المفروض مثلا الكرسي مثلا ارتفاعه الحقيقي مثلا 30 50 سنتي، مش عارف ايه. فانا لما باجي بشتغل، انا بعمل اول حاجه هي كتلتي. البني ادم ده كتلتي، انا طولي دلوقتي 165 سنتي. ماشي، باجي بقى على قائمة الموديفاير بتاعته. هنا لو انا عايز اعدل في طوله او عرضه، بخش على الموديفاير هنا وابدأ اعدل الطول والعرض بتاعه. طيب انا باجي بتحكم بقى في السيجمنتس. بص، علشان اظهر السيجمنتس دول اللي هي الخطوط ديت، انا بضغط F4 او بقول له ايدج فيسز. ماشي، فبمجرد ان انا بختارها، لو انا عملت سيجمنتس كده، السيجمنتس دي بتظهر معايا. ماشي، زي ما احنا شايفين كده. السيجمنتس دي وظيفتها ايه؟ هنعرف فيما بعد. فانا مثلا بقول له انا هعمل اول حاجه واحد سيجمنتس كده، قسمت نفسي نصين. هنقوله ان مثلا لو في اوقات بتبقى ناس متساويه، مثلا رجليها قد جسمها، فانا هقول له مثلا ان ده طول رجلي. ماشي، طيب طول رجلي ده انا محتاج كمان اقسمه على 2. ليه؟ علشان ركبتي. فانا هقول، فيبقى بالنسبه لي ان النص ده نص جسمي، النص اللي فوق ده جسمي الاساسي. ماشي، والنص اللي تحت ده دي رجليا. ماشي، عشان ابدا اشتغل. انا بقى ببدا اعمل ايه؟ ببدا بقى اعمل اللي انا عايزه. احنا النهارده هنحاول هناخد شويه حاجات كده في الجيومتري بس، من يعني هنعمل مودلز بسيط خالص كده مثلا بالبوكس. طيب انا اي حاجه في الدنيا، مثلا انت ايه اللي ممكن تعمله بالمربع ده؟ المربع ده يقدر يعملك حاجات كتير قوي. تقدر تعمل بيه صندوق، تقدر تعمل بيه مثلا كرسي، تقدر تعمل بيه كنبه، تقدر تعمل بيه ترابيزه، تقدر تعمل بيه لابتوب، تقدر تعمل بيه حاجات كتير قوي. تقدر تعمل بيه مثلا شكل ريسيفر. ماشي، التفاصيل
مش مهم عندنا قد ما احنا ما نقدر نعمل اول موديل شكل الواقع بتاعنا. فانا مثلا، انا مثلا راجل دلوقتي وانا قاعد بشرح لكم، انا قاعد دلوقتي على ترابيزه مثلا عرضها حوالي متر وارتفاعها، انا طبعا علشان يعني خلينا اجيب لكم المتر ونقيسها احسن، وانت انا اللي طالبه منك لما انا هاجي اصمم انا عايزك تصمم حاجه عكسي خالص. اوكي اعمل اللي انا هعمله، وبعد كده حاول انت تجيب حاجه جنبك وابدا اعملها تكون شبيهه ليها. ماشي؟ فخلونا ايه ثانيه اجيب المتر وارجع له تاني. انا جبت المتر وجيت قست كده الترابيزه بتاعتي، لقيتها ان هي العرض بتاعها، انا باجي بعمل بوكس بقى خلاص. انا عرفت انا باخد الاول الكتله الاساسيه اللي هو السطح بتاعي، فانا مثلا وهخش على الموديفاير بقى عشان اظبط حجمها، فانا هقول له ان دي العرض بتاعي فيها قلنا طلع معايا 90 سنتي. طبعا احنا اتفقنا ان احنا اول ما بنبتدي بندخل على اليونت سيت اب ونظبطها سنتيمتر. اوكي نقطة. اوكي ماشي. والعمق بتاعها طلع معايا 55 سنتي. طيب والسمك بتاعها، خلينا نشوف السمك بتاعها. السمك بتاعها 5 سنتي. ماشي كده انا هعمل ترابيزه زي الواقعيه بالظبط. احنا كده عملنا اول حته في الترابيزه اللي هو ايه السطح بتاعها. ماشي. نيجي بعديها ببدا اقيس مثلا الرجل بتاعتها، فاقول له مثلا شوف لي الرجل بتاعتها يا عم كام، طلعت معايا كام؟ طلعت معايا 40 سنتي. ماشي. طيب وعرضها، وعرض الرجل بقى 5. طيب فانا باجي بقول له انا عايز اعمل الرجول بتاعتها، هختار بوكس تاني. ماشي. وهعمله مثلا كده. طيب انا بقى مش هعمل كده ليه؟ انا هاجي اصغر المشهد بتاعي كده تاني واجي من التوب فيو وارسم البوكس بتاعي، هعمله مثلا كده. ماشي. واقول له انا عايز الارتفاع بتاعها 40 ودي 5 في 5. ماشي. دي الرجل بتاعتها. الخط الاسود اللي احنا شايفينه ده هي دي الارضيه بتاعتنا، ده الجراوند بتاعنا اللي احنا دي الارض بتاعتنا اللي احنا واقفين عليها. ماشي. دي الارض الوهميه، الخط الجريد اللي احنا شايفينه ده الارض الوهميه. ما تعملليش كده، ما تنزليش البوكس كده، لا دايما ظبط البوكس بتاعك على الخط الاسود اللي احنا شايفينه ده. ماشي. خلاص انا عملت رجل، هاجي اظبطها مثلا ايه، بخش طبعا زوم زي ما اتفقنا بالسكرول، وباجي بظبطها على الحافه كده بتاعتها. خلاص ظبطتها. طيب انا عايز اخد منها نسخه كوبي، هنضغط شيفت وناخدها على الزد بس، ما اجيش اعمل كده واشد انا كده اتلخبطت. لا انا اتاكد ان الخط الاصفر اللي احنا شايفينه ده متعلم على الاكس بس. ماشي. واشد واضغط طبعا شيفت واشد كده، هيقول لي انستنس ولا كوبي. شرحنا المره اللي فاتت الانستنس، الكوبي لو انا هغير في الرجل دي حاجه، انما لو انا عايز اعمل اي تاثير في الرجل دي ياثر في الرجل ده هنقول له انستنس. ماشي. وهخش زوم كده بالسكرول علشان اظبطها عليها. ماشي. وبعد كده اخد الاثنين دولت مع بعض، عايز اعلم عليهم الاثنين مع بعض، هعمل ايه؟ هضغط كنترول واعلم ديات معاها. ماشي. اتعلموا على بعض. واجي اضغط شيفت واجي من الواي اقول له يا عم خد لي كده كوبي منهم تاني، هيقول لي انستنس. اوكي. واخش زوم كده وابدا اظبط الرجل. طيب خلاص ظبطنا الرجل، نبدا بقى نمسك السطح بتاع الترابيزه بتاعتنا ونرفعه لفوق كده. ماشي. ممكن نخليه كده بس. انا كده عملت، هي طبعا الرجل انا كنت حاسبها 40 سنتي، فخلينا نعملها بالظبط زي ما هي مثلا ايه بتاعت ايكيا مثلا. ماشي. انا دلوقتي كده عملت ترابيزه اهو. انا طبعا لو عايز اتحرك حواليها بضغط بعلم على السطح وبعمل الت، باخد طبعا السنتر بتاعها. لو انا ضغطت على الرجل دي وحركت هيتحرك حوالين الرجل بس، انما لو اتحركت على الترابيزه هنا شايفين انا من بوكس بس عملنا ايه، من بوكس عملنا ترابيزه شكلها حلو هي الترابيزه. ماشي. فانا برضه شوف بقى، لما احنا لو انت جيت وقفت جنب الترابيزه ده وحطيت، هتلاقي فعلا ان ركبتك
عند اخر الترابيزه دي، انا وانا قاعد دلوقتي ركبتي عند الترابيزه دي، يبقى انا كده ماشي مظبوط. يبقى احنا دايما نقول ان البوكس ده الكتله الاساسيه بتاعتي، ده البني ادم اللي انا بقيس عليه المشهد كله. طول ما انت بتشتغل شغل واقعي بتعمل كده، عكس لو انت بتشتغل شغل كرتون. شغل الكرتون بتبقى محتاج ان انت ايه، تخلي المجسم مايل شويه مش عارف ايه، دي هناخد برضو ايه جزء كبير في الموديلنج ازاي نعمل شغل كرتون. ماشي، فاحنا خلاص عملنا دلوقتي الترابيزه. طيب انا بقى علشان اقدر احرك الترابيزه دي في اي حته، لو انا عملت كده هتتحرك لوحدها، فانا هعمل ايه؟ هعمل عليهم كده سيلكت، هنعمل كليك شمال كده ونعمل عليهم سيلكت كلهم، واخش على قائمه جروب، ودي اول قائمه برضو بنشرحها، ونقول له جروب انا عايز اخليهم كلهم كتله واحده، وهنقول له مثلا ونسميها مثلا ايه تيبل. حاول دايما تسمي الحاجه بتاعتك المجسمات بتاعتك علشان ما تتوهش، وهنقول له اوكي. بقت دلوقتي لما اجي احركها بقت هي كتله واحده، اقدر احركها في اي حته. طيب الترابيزه دي محتاجه ايه؟ محتاجه كرسي. طيب هنيجي نعمل كرسي. ماشي، طيب الكرسي هنقوله مثلا احنا هنعمل الاول برضو قلنا السطح بتاعه القعده بتاعته، هقول له يا عمي انا هاخد مثلا هعمله كده وكده، هقول له مثلا ان هو 3 سنتي مثلا السمك بتاعته، وهنقول ان هو مثلا 40 مثلا، هنقوله 30 سنتي في 30 سنتي، او 30 قليله برضو. احنا ممكن نمسك المتر، لو انت مثلا ما عندكش كرسي فهتقول مثلا ايه، هنقول ان مثلا الكرسي 40 سنتي، حلو هنقوله ان احنا هنعمله 40 في 40. ماشي، بس الكرسي في الطبيعي ما بيبقاش 40، ما بيبقاش مربع مثلا، هنقوله هنصغر من هنا كده شويه، هنخليها مثلا 30. ماشي، هنقوله مثلا ايه 35، 35 مثلا في 30. تمام، ونيجي نبدأ نعمل الرجول بتاعته، هنصغر برضو ونيجي نرجع باك كده ونعمل من التوب فيو، نشتغل من التوب فيو، وهقول له انا هرسم الرجل بتاعته. ماشي، الرجل بتاعته ديت هتبقى ارتفاعها قد ايه؟ المفروض ان هي هتبقى مثلا يا قد الترابيزه او اعلى منها شويه، فاحنا قلنا ترابيزه 40، هنقوله مثلا ايه نخليها دي 55 سنتي. ماشي، ونقوله ان الرجل دي 3 سنتي في 3 سنتي. تمام، ونعمل برضو شيفت وناخد كده كوبي منها انستنس، واضغط كنترول اعلم على الاثنين بوكس دول واقول له تعالى لي كده. ماشي، طيب انا دلوقتي بقى هرفع الكرسي. طب انا هرفعه لفين؟ فانا هقول له مثلا ان ده الارتفاع بتاع الكرسي بتاعي. ماشي، طيب ما هو الكرسي كده هنخليه كده، احنا محتاجين نعمل له ظهر، محتاجين نعمل له ظهر. طيب باجي بقى هنا واقول له ان انا هاخد من الكرسي ده، او بلاش خلينا نعملها ايه واحده كده على حده، ممكن ناخد الاربعه دولت كده. ماشي، نعلم عليهم بالكنترول ونضغط شيفت ونرفع من عند الواي لفوق كده، بس هنقول المره دي كوبي علشان احنا عايزين نصغر مقاسهم. تمام، وهنيجي عليهم وهم متعلمين عليهم، هنقول مثلا اعملها لي مثلا ايه 20 30 سنتي مثلا. ماشي، احنا ممكن ننزل دول شويه، ممكن مثلا نصغر الرجول دي، نقول له يا عم بدل ما هي خليها 40 زي ما هي، او مثلا 50. ماشي، وهنيجي نمسك الرجول دي كده وننزلها عليه. هنيجي طبعا، طب احنا ما فيش رجول كده، احنا هنشيل الاتنين دولت بقى، نضغط عليها ونعمل ديليت، نعلم عليها ونعمل ديليت. بقى عندنا الرجلين الدراعين اللي ورا،
ماشي. تعالى بقى نشوف ايه فايدة السيجمنتس بتاعتنا، وهناخد اول اوبشن معانا في الموديفاير. ماشي، انا همسك واحد منهم وهقول له انا عايز ازود السيجمنتس بتاعتي دي، ماشي، اخليها مثلا 10 مثلا. زي ما قلنا قبل كده، كل ما زادت الخطوط اللي احنا بنعملها دي، كل ما المشهد تقل، كل ما الموديلنج بتاعنا تقل، فاحنا بنحاول نشتغل على اقل عدد. طيب باجي بقى انا اعمل ايه؟ انا عايز اخلي الكرسي ده ظهره مايل شويه، فهنخش على قائمه الموديف، قلنا طبعا نجيب الموديفاير من هنا، موديفاي، ونخش نفتح دي كده ونختار امر اسمه بند، ماشي، اللي هو الالتواء، تمام، ونبدا نغير في الانجل بتاعته. بص لو احنا لفينا كده، بص الانجل دي لفت كده، طب انا عايزها تبقى لورا، انا عايزها تيجي لورا، فانا هقول له طب تعالى كده جرب لي في الواي، لا ما ظبطتش، طب في الاكس ما ظبطتش، طيب انا هعمل ايه؟ طيب انا مش عارف نشرحها، طيب خلينا نشرحها، ركزوا بقى معايا معلش شويه، اقول لكم بلاش بلاش نعمل البنت علشان ما ننتوش من بعض، خلي الموديفاير شويه ايه متقدمين شويه، مش عايزين نتوه الناس. هنخلي السيجمنتس بتاعتنا واحد تاني، تمام. طيب دي بقى المفروض تبقى ليها ظهر عشان اقدر اسند ظهري. هعمل بقى الكلام ده منين؟ هاجي من الفرونت هنا، هاجي من الفرونت هنا، هضغط على بوكس وابدا ارسم اللوح بتاعي كده، اقول له كده واقول له مثلا كده، نخش على الموديفاير بتاعتنا، هنقول له مثلا خليها لنا 6 سنتي، ونقول له دي 30 سنتي، وهنخلي دي مثلا ايه سمكها 2 سنتي. واجي من الليفت هنا، بص الليفت، بص شايفين انا ده عايز اوديه كده، بص انا جيت من الليفت هنا كده وبخش زوم وبظبط بقيت في النص. طيب اجي انزل بها شويه كده واخد منه بقى، اضغط شيفت واتاكد انها على الواي، اقول له كده، اقول له انسنس، واقول له انا عايز منها مثلا نسختين كوبي، او خليها نسخه واحده. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا كرسي، تمام، عملنا كرسي، بس انا حاسس ان الكرسي رجله طويله او ظهره صغير، ماشي. فاحنا هنيجي نقول له طب خلينا يا عم الكرسي ده 40 سنتي، وننزل دي كده عليه، ماشي، ونشد دول كده نعمل عليهم سيلكت كده وننزلهم لتحت كده بالشكل ده، ونقوله مثلا خلي لي دي 40 سنتي 35 سنتي مثلا. طبعا انت لو عندك متر هتقيس وهتعملها بسرعة، ماشي، بقى عندي كرسي مظبوط. طيب هنعمل ايه بعد ما خلصنا الكرسي؟ هنعمل عليه سيلكت كده ونقول له جروب ونسميه شير، او تكتبه كرسي بالعربي ايهما اقرب، مفيش مشكله. طيب انا عايز اخد ده اوديه الناحيه التانيه، هعمل ايه؟ هضغط يا اما ان انا اضغط شيفت واشده كده واقول له انستنس وافعل الخيار اللي احنا قلنا انجل سناب توجل، ونبدا نعمل نضغط على الروتيتنج ونقول له مثلا من الواي هنا كده، من احنا عايزينه ايه، من الزد، هنقول له لفهولي من الزد كده 180 درجه، فتلف معانا الكرسي، ماشي، وابدا احركه كده، او ان انا امسك الكرسي ده كده واضغط على حاجه اسمها ميرور، ميرور مرايه، يعني هعمل منه نسخه تانية كوبي، وهقول له انستنس واقول له انا عايزك تعمله لي على الواي، شوف عمل لي نسخه منه عكسه على طول اهو، بقى عكسه، هنمسح ده مثلا اهو وناخده، ماشي. فانت تقدر تعمل دي او دي ونقربهم لبعض. فاحنا بكل بساطة قوي قدرنا نعمل ايه؟ قدرنا نعمل ترابيزة بكرسيين الموديلنج من ايه؟ من قائمة جيومتري، وعملنا بوكس، ما عملناش حاجة تانية، تمام. فاحنا عملنا
عملنا المجسمات ديت من بوكس بس، طيب هل نقدر نستخدم حاجات تانية من قايمة جيومتري دي؟ لو انا ممكن اقدر استخدم مثلا مثلا السلندر، اقدر اعمل مثلا بيها، او مثلا ناخد الكون مثلا اعمله كده وارفعه اعمل منه كوباية، ماشي، او ان انا مثلا هستخدم مثلا برضو الاسطوانة دي هعمل مثلا منها طبق مثلا، ماشي. التفاصيل بقى زي ما اتفقنا هنقدر احنا نتعلمها بعدين، ماشي. فاعرف ان انت الادوات الصغيره اللي انت شايفها دي هي دي اللي هتقدر تعمل منها اكتر حاجه، يعني اكتر حاجه معقده ممكن تتخيلها في حياتك. فانت دايما حط عندك قاعده واستسهل على نفسك، تقول مثلا ايه، مثلا انا ما ينفعش مثلا اعمل ازازه من بوكس، يعني انا مثلا لو انا عندي ازازه هعملها بوكس ولا هعملها مثلا سلندر؟ اكيد هعملها سلندر. لو عندي كوره مش هعملها من بوكس، هعملها من سفير، ماشي. وهكذا كل حاجه وليها طريقتها هنا، ماشي. طيب ده موديلنج بسيط احنا صممناه. فاحنا زي ما اتفقنا احنا قدرنا نستخدم قيم الجيومتري في الاولانيه، وعملنا بوكس كده وعملنا منها ايه، ترابيزه بكرسيين. احنا كده ابتدينا مع بعض اول مرحله من مرحله الموديلنج. طيب انا دلوقتي عايز مثلا اعمل ريندر، علشان انا عايزكم بعد ما تخلصوا توروني اللي انتوا عملتوه. فانا اول حاجه بعملها باجي في البرسبكتيف بتاعتي وبضغط هنا كده على البرسبكتيف واقول له شو سيف فريم. الفريم اللي احنا شايفينه ده هو ده اللي حدوده هيبان الريندر بتاعي او الصوره بتاعتي. لو انا عملت كده مش هيبان غير الجزء ده بس، ولو عملت كده مش هيبان غير ده بس. طيب بالنسبه للراجل اللي عندي ده انا هعمل فيه ايه؟ اضغط كده وممكن ابعده عن الكاميرا بتاعتي، اقول له يا عم ايه ابعدنا عنك، ماشي. واختار لي الزاويه، انت اختار الزاويه انت عايزها. مثلا بضغط الت وبالسكرول بتاع الماوس وبطلع وبنزل وبلف يمين وشمال بيها كده، وبقول له مثلا انا بالنسبه لي ده دلوقتي كده ايه شكل. طب انا هعمل له ايه؟ هعمل له ريندر. بس قبل ما هعمل له ريندر هقول له مثلا ايه، خلي لي الماتيريال بتاعته مثلا جراي، ماشي. جبتها منين؟ انا دخلت على الموديفاير وعملت عليهم سيلكت اول وضغطت كده على الكلر ده وقلت له مثلا جراي، ماشي. وهقول له ريندر، اعمل لي ريندر. بص عمل لي ريندر اهو. انا مش عايز منك اكتر من ان انت تورينا حاجه كده، يعني حاول تعمل حاجه عندك انت موجوده في البيت على شكل بوكس، ماشي. يعني مثلا انا واحد مثلا من الناس عندي دلوقتي مثلا مكتبه مثلا صغيره. فمثلا المكتبه دي معموله ازاي؟ معموله كده مثلا وكلها رفوف، وارتفاعها هنقوله مثلا ان ارتفاعها 2 متر. فانا هرسم بوكس كده جنبها وهقول له انا عايز اعمل مترين كده مثلا، ماشي. وهاجي على ده كده، ماشي، وهقول له مثلا ايه رفعها لي مثلا، خليها لي 2 سنتي، ماشي، وعرضها مثلا 40 سنتي، ماشي، تمام. وهقول له ان وهاجي امسكها كده وهعمل طبعا البوكس التاني ده كده، اقول له مثلا برضو ايه ان العرض بتاعه 40 سنتي، ماشي، وان هي مثلا 70 سنتي مثلا، تمام. وهاجي مثلا اعملها كده اصغر واجي هنا في التوب، عايز اشوف مظبوط ولا لا، شوف كده في مش حتت مش مظبوط. فانا اقول له لا انا عايز اظبطها بالظبط عليه. احنا قلنا ديت كام؟ مش 40 سنتي عرضها، ودي المفروض تكون 40 سنتي، ماشي، تمام. هنصغرها مثلا، ممكن نصغرها كده شوية، خلينا نصغرها كده سنة. وهاجي اقول له خد لي شيفت كده، اضغط بالشيفت كده واقول له ايه خد له نسخة تانية منها هنا، واصغر واجي هنا اتأكد ان هي مثلا مش بعيد عنها، لا لازقة فيها. انت راجل دلوقتي كده نجار بتركب الخشب في بعضه، ماشي. وهاجي امسك دي كده وارفعها لفوق خالص. طب انا ممكن استخدم هنا احسن من الفرونت، بلاش برسبكتيف، هصغر
وارجع باك كده واخش زوم عشان اقدر اظبط، واقول له مثلا انا عملت دي كده، وابدا اخد منها نسخ كوبي. ماشي. النسخ الكوبي بقى علشان اظبطها صح ازاي، مش هاخدها بقى المره دي بالشيفت وابدا اعمل كده، لا انا هعلم على البوكس ده واخش على قائمه تولز واقول له اري. الاري ده هيخليني اقدر اخد كوبي وانا شايف الحاجات بتتاخد كوبي ازاي، فهدخل هنا واقول له بريفيو، هيقول لي انت عايز كام نسخه منه، هقول له مثلا 5. ماشي. طيب انا ده الخط بتاع الزد، فانا همسك من الزد اللي فوق ده كده وابدا اعمل كده. طبعا زي ما لازم تبقى ضاغط على البريفيو علشان تشوف. طيب انا شايف ان المساحه كده كبيره ما بينهم، فانا هقول له مثلا زود لي كمان مثلا ادي 6 مثلا، حلوين قوي مش عايز اكتر من كده. ماشي. هنقوله مثلا واحدة كمان، ممكن خلاص خلينا واحدة كمان كده. طيب خلينا ناخدها واحدة كمان علشان ايه، لا هي فين، هنقوله مثلا 7 وابدأ اعدل في القائمة كده لحد ايه ظبطت معايا اهي. ماشي. واقول له اوكي، هاجي بس على اخر واحده كده ارفعها فوق سن. تمام. عملت انا كده مكتبه. طبعا عايز اعمل الظهر بتاعها، هنعمله ازاي؟ الظهر بتاعها يعني معناه ان انا هاجي كاني من الفرونت بالظبط، هفتح كده الظهر بتاعها، مش هيبقى بوكس، هيبقى ايه بقى، بلين، لانه هيبقى زي لوح قبل كاش. حاول تتعامل على حاجه كانها طبيعيه بالظبط. فانا هاجي ارسم كده وظبطها. طيب نظبطها بقى ايه، نخش الموديفاير بتاعها نقول له انا عايزها مترين، وعايز عرضها مثلا 72 سنتي. بس بقى انا هخلي السيجمنتس دي 1 وهنا 1 علشان انا مش محتاج لها سيجمنتس كتيرة. ماشي. وصغر واجي بص عليها من هنا. طيب بص دايما وطول ما انت شغال اعرف شايفين الجسم اللي احنا شايفينه ده، الواي لازم يكون اتجاهه كده، عمقه اللي جوه، والزد اللي فوق، والاكس لليمين. ماشي. ما اعملهوش كده ولا اعمله كده ولا اعمله كده، ده الاساس بتاعي دايما وانت شغال، خلي ده الوش بتاعك انت هنا شايف كده من الوش. ماشي. فانا باجي بمسك ده واقول له حركه لي ورا، واخش عليه زوم كده اقول له ايه هتقولي كده ورا، واعمل عليهم سيلكت اول واقول له جروب. ماشي. واقول له مثلا لايبرري. ماشي. واضغط هنا واقول له مثلا برضو جري، انا عايزها برضو جري. ماشي. او مثلا نعمل عليهم سيلكت كلهم ونقول له مثلا خليه لي مثلا ايه اللي هو اوف وايت اللي هو الكريم، او تعملها وايت زي ما انت عايز، اي كان اللي انت عايزه. ماشي. ونيجي نرجع المكتبه كده، نصغر ونيجي من التوب ونقول مثلا ايه يا عم رجع لنا المكتبه كده ورا شويه، واخد منها شيفت وانستنس كده وفي النص. شايفين؟ فاحنا عملنا ايه، ادي مكتبه. طيب المكتبه دي مش ممكن يكون جنبها تلفزيون؟ ممكن يكون جنبها تلفزيون. فانا هاجي هقول له بوكس. شايف احنا انا بدربك دلوقتي ان انت تعمل من البوكس اي حاجه. فاحنا هنيجي مثلا نعمل كده. ماشي. طيب انا بقى باجي بعمل ايه، انا مثلا التلفزيون ما انتش عارف تقيسه، فهتيجي مثلا نفتح كده جوجل واقول له مثلا ايه تي في مثلا ال سي دي مثلا 42 انش سايز. ماشي. نقول مثلا ايه سنتيمتر، ونخش الديسبلاي سايز ونشوف فين. طيب هي دي طبعا حاجات الديسبلاي. فاحنا مثلا ايه هقول لك على حاجه احلى، احنا ممكن نعمل ايه، هو مثلا 42 انش صح،
تي في 42 دايمنشن ان سنتيمتر، نشوف في الصور هيجيب لنا ولا لا. يا سلام، اهو تلفزيون مثلا، هو بيقول لك هو جايبها لك طبعا بالمليمتر، فاحنا هنقول له طيب خلاص احنا نخليها زي ما هي مليمتر، هنقول مثلا ان عرضها 997 مليمتر. فانا هاجي اخش بعد ما رسمت البوكس هخش على الموديفاير بتاعها، وهاجي على العرض واقول له 900 كام، احنا قلنا كام 997، نقول له 997 واكتب ام ام، او اغير الاعدادات بتاعت المليمتر باليونت سيت اب واقول له مليمتر، بس مش مستاهله، ممكن نكتب ام ام. طيب ارتفاعها كام؟ الارتفاع بتاعها 604 مليمتر، هنكتب 604 ام ام. لا ده العمق، ده 604 ام ام، ماشي. طيب السمك بتاعها، السمك بتاعها مثلا انت مثلا خده مثلا بعين الاعتبار مثلا ايه 2 سنتي مثلا، ماشي. ونيجي نرجعها كده لورا. كده احنا عملنا شاشة تلفزيون. طيب شاشة التلفزيون دي محتاجة حيطة وراها، صح؟ طيب من اي مجسم من اللي انت عند من اللي عندك ده، انت شايفه من بره مقفول، بس لو دخلت جواه زوم هتلاقيه مفتوح. ازاي يعني؟ لو انا جيت قلت ان ده هيبقى عندي الحيط، الاوضه مثلا بتاعتي عامله مثلا كده، ماشي. لو دخلت زوم، بص انا دخلت جواه، شايفين دخلت جواه. فانا مش عايز دلوقتي ايه نخش في محتويات المجسمات، فانا هاجي اقول له مثلا اعمل لي يا عم اوضه 4 متر 400 سنتي في 400 سنتي، ماشي. وادي ودي بقت الارضيه بتاعتي، وهنخلي مثلا هنا عند الحيطه، وهقول له انا عايزك تعمل لي جدار بتاعي كده ارتفاعه مثلا 3 متر، تمام. وهاجي امسك دول كده شدهم شويه، ونخلي التلفزيون ده ساند على الحيطه. طيب التلفزيون ده في اوقات بتبقى التلفزيونات بتبقى طالعه لبره كده وتبقى لها بوكس تاني، فانا ممكن اخليني ضاغط على البوكس ده واضغط شيفت واجي كده من الفرونت واعمل سكيل اصغر، بس هقول له كوبي عشان عايز اظبطه، واخش على الموديفاير بتاعته واقول له السمك بتاعي، نرجع دي كده لورا واقول له السمك بتاعي قربه لي لحد هنا مثلا 20 مثلا سنتي، وارجع التلفزيون بتاعي كده لورا. شايفين احنا من بوكس بس عملنا ايه؟ شوف احنا دلوقتي لو خدنا الراجل ده وديناه كده، بص شايف انت لو وقفته جنب مكتبة مثلا من ايكيا او الحاجات دي هتلاقي نفسك انت كده، ماشي. فالراجل اللي احنا عاملينه ده هو ده اللي بنقيس عليه الشكل بتاعنا، ماشي. فهنيجي مثلا هنقول هنعمل سيلكت على دي ودي، ونقول له خلينا مثلا الارضيه بتاعتنا جري، ونخلي التلفزيون مثلا ممكن تضغط عليها دبل كليك مثلا هنا كده، واقول له مثلا ايه جري غامق التلفزيون بتاعنا، ماشي. عملنا ايه؟ عملنا دي مكتبة بتلفزيون، وفي ترابيزة هنا في النص كده ومعاها كرسيين، شايفين؟ بكل بساطة وبكل سهولة، احنا ما تعبناش ولا عملنا حاجة، الموضوع سهل وبسيط ومفيش اسهل من كده. طيب ايه تاني نقدر نعمله بيها؟ انت ممكن يكون عندك مثلا كوميدينو، مثلا عندك كوميدينو، انا بحب اختار اوتو جريد علشان امشي على الارضيه بتاعتي، مثلا ممكن مثلا تعمل كوميدينو مثلا بالشكل ده. برضو لو انت عندك مثلا كوميدينو مثلا في اوضتك تقدر تخش مثلا تقيس مقاساته وتشوفه. طيب انا عايز اعمل له الادراج بتاعته، هاجي ارسم برضو بوكس كده واطلعه لبره شويه وادخله كده مثلا لجوه كده، ماشي.
اقوله مثلا ان الكومودينو ده مثلا ارتفاعه 40 سنتي، والدرج بتاعي مثلا 10 20، لا هنقوله مثلا ايه 15، خلي مثلا الدرج بتاعنا ده 15 ماشي، ونيجي ناخد منه نسخة تانية هنا كده ونقول مثلا انست. طيب نيجي نعمل ايه مثلا إيه؟ طب البوكس ده، طب البتاع ده المفروض يتفتح، فاحنا هنقوله مثلا ايه، هنمسك كورة كده ونيجي في السنتر كده ونعمل لها كده، ونخش على الموديفاير بتاعها نقلل السيجمنتس بتاعتها، نقول له مثلا عايزينها 8 ماشي. طيب بص في حاجة بقى، انا لو انت لو احنا عايزين نسنتر، انا عايز مثلا دي دلوقتي مش محطوطة في النص بالظبط، فانا هعمل ايه، هعلم عليها واضغط هنا على اللاين واختار البوكس ده اللي انا عايزها تبقى سنتر فيه، هيفتح لي قايمة هقول له انا عايز اختار سنتر ماشي، بس مش عايزه على الزد، انا عايزه على كله ما عدا الزد، واقول له اوكي، وبعد كده اخد منها شيفت وانزل بيه، او نلغي البوكس ده وناخد دي ونضغط كنترول ونختار دي مع بعض ونضغط شيفت كده ونقول له انستنس ماشي، ونعمل عليهم سيلكت. طيب انا دلوقتي لو انا عملت سيلكت كده ودي اختارت مع والارضيه اختارت معايا، عايز اشيلها، هشيلها ازاي؟ هضغط الت من الكيبورد واضغط على الحاجه اللي انا عايز اشيلها، يعني مثلا انا اخترت دي معاهم عايز اشيل هتتحرك معايا، لا انا عايز احرك دول بس، هضغط الت واضغط عليها اتشالت بقت دي معايا، وبعد كده اعمل لها جروب ماشي تمام، سميها زي ما انت عايز، او كومودينو كومودينو انا مش عارف بالظبط الاسم بتاعها ماشي، ونختار لها مثلا ابيض، عملنا الكومودينو بتاعنا صغير ماشي، زي ما قلنا عايزين نعمل واحد منه الناحية التانية هنضغط كده ميرور وانستنس ونختار مثلا على الاكس اهو، شايفين البساطة، احنا عملنا حاجات كل ده من البوكس، وهكذا بقى تقدر بقى تعمل من البوكس ده حاجات لما لا نهاية، انت تقدر ابدأ شوف، تقدر تعمل برواز، تقدر تعمل اي حاجة، تقدر تعمل مكيف، تقدر تعمل ترابيزة كمبيوتر، تقدر تعمل ريسيفر، تقدر تعمل كل حاجة. يعني مثلا خلينا نكمل كده المشهد بتاعنا شوية، هنقوله مثلا احنا هنعمل رف زي الموجود برضو في ايكيا كده، ونعمله مثلا كده برضو بيبقى سمكه تقريبا بيبقى حوالي 5 سنتي ماشي، وهنقوله مثلا ده 130 ومثلا ايه 40، وهاجي اقربه كده للحيطة بقى لازق في الحيطة، وهاجي مثلا انزله كده شوية تمام، نزله كده شوية، وهاجي ارسم عليه هنا كده واقول له اعمل لي يا عم الريسيفر بتاعي طبعا. طب التفاصيل دي بقى بعدين هنعملها. طيب ده مثلا ادي الريسيفر بتاعي خلاص انا عملته ماشي، هعمل له مثلا الزراير بتاعته مثلا، هقول له مثلا يا عم ايه اعمل لي مثلا زرار كده صغنن ماشي، لا الزرار مثلا بيبقى مدور، فممكن استخدم حاجة جديدة بقى احنا بنستخدمها اللي هي السلندر ماشي كده صغيرة كده، واقول له مثلا خد لي منها انستنس مثلا 3 ماشي، واقول له خد لي منهم كمان كده تمام، همسك ده لوحده هقول له مثلا خليلي لونه مثلا اوف وايت زيهم، يعني انا عايز اقول لكم انا بكره جدا اللون الاوف وايت ده بصراحه، يعني ممكن يكون اللون ده معقول شويه، فهنعمل سيلكت لدول كده، اختار
تختار كده ايه، ولا ما تخلينا ابيض؟ انا بحب الابيض جدا بصراحه، انا بعشق الابيض. ماشي، وهنخلي ده برضو ابيض زيه. وهنيجي الريسيفر ده هنقوله مثلا ان هو لونه، نضغط مثلا على اي لون هنا كده واضغط دبل كليك واقول له خليني مثلا لونه برضو جري مثلا غامق. ماشي، الزراير نعمل كنترول وعلم على الزراير زرار زرار كده. بص لو انا عملت كده ولقيتها اختفت، بعمل بالسكرول طبعا زوم ولقيتها اختفت، ممكن اقدر اضغط هنا كده عشان اقدر اعمل زوم براحتي. ماشي، وهنقول له مثلا لا احنا اللي خلينا نفتح كلمة ماتيريال، مش عايزين ندخل دلوقتي خالص في الماتيريال. نقول له مثلا ادي جراي، ماشي عملنا. طبعا احنا بعد كده بندي له بقى التفاصيل، بقى بنعمل له شاشه، بنكتب الارقام، مش عارف ايه، بنظبطها، بنشوف شكل الريسيفر مظبوط، كل ده سبق الاول هنشرحه بعدين. طيب انا دلوقتي عملت عندي الحاجات دي اهي، هل اقدر اعمل كنبه؟ نقدر نعمل كنبه. طب ما تيجي نشوف نعمل كنبه ازاي. احنا كل ده بنستخدم بوكس بس، ما بنعملش حاجه تانية غير البوكس. الكنبه بتبقى مثلا عرضها مثلا 2 متر، 2 متر مثلا، 2 متر 200 سنتي. ماشي، والعرض بتاعها مثلا هنقوله 60 سنتي. ماشي، وهنقول يا عم ان الكنبه دي ارتفاعها معايا 30 سنتي، او هي بتبقى تقريبا هنقول 40 سنتي. ماشي، او نخليها مثلا ايه، خليها 30. تمام، طيب الكنبه دي بتبقى ليها دراع، هنعمل بوكس كده ونيجي نصغر مثلا هنا كده، هي فين اهي، نعمل لها الدراع بتاعها. نخليه اطول منها شويه، ماشي، ونرفعه حبه. نخش مثلا في الموديفاير بتاعنا نقول مثلا خليه لنا 10 السمك بتاعنا، وطلعها بره كده، وناخد منها شيفت ونعملها لنا حتى ان هي برضو كده. ماشي، ونيجي نعمل لها الظهر بتاعنا، نيجي نرسم هنا برضو بوكس كده، نصغر كده ونشوف ايه من الباك، ادي كده بالشكل ده، ونبدأ نرفع لها ظهر ونقول له خلي الظهر بتاعها كده مثل. ادينا عملنا كنبه كمان، شايفين؟ فانت بص تفاصيل بقى، تفاصيل بقى ما توجعش دماغك بيها. هنقول مثلا ايه تفاصيل بقى ديت، واحده واحده. احنا دلوقتي بنتعلم ازاي نتعامل مع الجيومتري بتاعتنا، ماشي، كل شويه كده انا بشرح لكم تفصيل ازاي نقدر نتعامل. شفت احنا من بوكس بس صنعنا ايه، برضو هناخدهم كده كتله، ماشي خلاص اهي، ونقول لها جروب، ماشي، ونقول لها مثلا صوفه، ماشي، ونقول له مثلا يا عم هات لها لنا برضو ابيض. تمام، هنلفها بقى، هقول له لف لي لف لي دي كده 90 درجه. طيب انا لو مش عارف الفها من هنا، فهاجي مثلا هقول له ايه، هجرب هنا اهي الزد شغاله معايا، اعلم عليه واقول له 90 درجه وهاتها لي هنا كده عند الحيطه الثانيه، وهات لي ده كده نلفه 90 درجه برضو ونجيبه كده جنبها، ونضغط وندلت ده خلاص كده، نضغط شيفت ونشد من الواي ونقول له اعمله لي كده بالشكل ده اهو. شايفين عملنا ايه؟ عملنا اوضه بسرعه. هنجيب دي كده ونشدها كده مثلا،
فين عملنا اوضه صغننه كده وبسيطه. طيب الاوضه بقى المفروض بتتقفل بقى، فبنعمل لها الحوائط التانية. ممكن ناخد مثلا دي كده شيفت ونلفها كده، نقول لها مثلا 90 درجة، اوكي، ونشدها كده، او عشان تظبطها صح تيجي من فوق كده. طبعا انا بكبر الفيبورت بتاعي مثلا كده اهو، وشيفت وهاتهالي هنا بس. وبعد كده نبدأ ندخل ده كده جوه شوية ونصغر. انا بسيب ناحية بقى مفتوحة علشان اقدر اشوف فيها لحد بعد كده ما نتعلم ازاي ايه نعمل الكاميرا بتاعتنا، ماشي. وممكن ايه نضغط عليهم كده ونقربهم شوية. اي عملنا اوضة. طيب خلاص ممكن امسك الزوم كده اتحكم فيه بالراحة واقول مثلا ايه يا عم انا عايزها كده، واعمل لي ريندر. اقول له بقى خلاص انا دلوقتي كده خلصت، اعمل لي ريندر، او تضغط F9. مش عامل لي ريندر اهو للشكل بتاعي. تقدر بقى تعمل سيف وتختار المكان اللي انت هتسيفها منه. مثلا هتكتبها مثلا ايه روم مثلا، وتخليها JPG، وتقول له اوكي. وبعد كده تمسك برضو بالزوم تقول له مثلا انا عايز بس ايه الحتة دي، واقول له برضو ريندر، او اضغط F9 ماشي، واقول له سيف، واقول له روم مثلا 1، واخليها JPG ماشي. واخش مثلا زوم شوية على دول واقول له مثلا برضو نفس الفكرة، تمام. ونخليها تو مثلا JPG. وممكن ارجع بقى باك كده خالص، وارجع اطلع كده من فوق مثلا واقول له برضو F9، او اضغط من هنا JPG. طب ده ظهر معايا خلاص بقى. لو انا خلصت بقى دلته بقى خلاص، ما ملوش عندي لازمة بقى اهو. وبرضه سيفها وخلاص واعمل لها سيف. كل بقى اللي انا طالبه منك، احنا النهارده شرحنا البوكس بس، ويعني خلي بالك صعب قوي انت تلاقي حد بيشرح البوكس ده بس. احنا بنشرح بوكس علشان نفهم ان بالبوكس تقدر تعمل بيه اي حاجه في الدنيا، ماشي. دي كانت اول حاجه في مرحله الجيومتري. كل اللي انا طالبه منك ان انت تعمل حاجات موجودة عندك تستخدمها، وتستخدم بوكس فقط لا غير، ما تستخدمش حاجة تانية. وبعد ما تخلص الموديلنج بتاعك تعمل له زي ما قلنا، تاخد زاوية ليه وتعمل له ريندر وتسيفه صورة وترفعها باسمك على الجروب، وانا ان شاء الله هشوفها وارد عليكم. اهم حاجة طبعا اوعى اوعى تنسى ان انت تعمل سيف دايما للبروجكت بتاعك، او يعني كل ما تخلص حاجة على طول اعمل سيف، اعمل سيف، اعمل سيف، وسميه باسم وبس. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.